صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء، وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا غادي يكون الفال ديالكم بصفة مفصلة ومدققة للبيضاء للحنطية للسمراء على حسب الحبيب والزوج، إذا كانت عنده البشرة بيضاء أو حنطي أو أسمر. فإن شاء الله فالكم خير وفال إيجابي. غادي نبداو بصاحبة البشرة البيضاء مع الأبيض. فغادي تكوني انت هذه هي البيضة، ونشوفوا الحظ ديالك مع الرجل الأبيض. إن شاء الله فالك خير، إن شاء الله فالك إيجابي. هذا قلبك تخمام كي آتيك الله، قلبك تخمام كي آتيك الله، قلبك تخمام كي آتيك الله. هنا قلبك على فلوس وكتفكري في فرحة، وغادي يأتيك الله بقلب هذا الأبيض، يعني غادي تفوزي بالحب ديالو والمعزة ديالو. حاملة الهم ديال الحاجة أو الحالة المادية ديالك، يعني كتضربي حساباتك، باغية فلوس، ممكن تكون عندك ديون، أو ممكن باغا تشري حاجة وكتفكري كيفاش غادي نحصل على هاد الفلوس او كيفاش غادي نجمع هاد الفلوس. كنشوف عندكم فرحة كبيرة بخصوص الحياة العاطفية ديالكم، الحب والغراميات والعشق في القمة. وكاين اللي غادي تكون عندها خطوبة، خصوصا هنا اللي عندها الاسمر ممكن تكون عندك معاه خطوبة. أما هاد الأبيض اللي داخله تشوفي عليه، فهو كيفكر في الزواج، كيفكر في علاقة جدية، ولكن كاين بيناتكم بلوكات أو عنده مشاكل. إما هو عنده مشاكل خاصة به، أو مريض، أو كيتعالج هاد الشخص هذا، أو عنده طاقات سلبية موقفه. أما هو باغي الارتباط بك. وكاين البعض اللي هاد الأبيض هذا عنده مشاكل مع الأهل ديالو، أو حامل مشكل ديال الأم ديالو أو الأهل ديالو. كنقول هنا البعض فيكم اللي عندها رجل أسمر، واخا عندك هذا الأبيض ولكن أنت كتعرفي رجل أسمر، فهذا الأسمر ممكن يكون عندك معاه زواج فجأة أو خطوبة مع هذا الأسمر، غادي تكون فجأة. حتى هذا الأبيض هذا اللي داخلة تشوفي عليه، أنت كاين البعض فيكم اللي صافي رديتي بالظهر، أو ما كاينش اهتمام، أو كاين تباعد بينك وبين هذا الأبيض هذا، فمازال هو كيفكر فيك ومازال باغي معاك المعقول، ومازال نيته صافية من جهتك. غير هو كنشوف أن كاين مسائل اللي خلاتكم تباعدوا أو تفارقوا، ولكن مازال غادي تدوز واحد المدة، وهذا الأبيض هذا غادي يرجع لك، وغادي يبقى الاتصال بيناتكم. كنشوف البعض فيكم بحال صافي قلتي راه مشى بصفة نهائية، غادي نشوف حياتي، غادي نشوف أشخاص آخرين. بديتي كتواصلي أو كتتصلي بأصدقاء آخرين، أو كديري معارف أو تعارف جديد، ولكن الأبيض غادي يرجع. اللي هي متزوجة هاد الأبيض وكتقول واش كاين الاستمرارية، لأن كاين تخاصم بيناتكم أو بعاد، لأن كنشوف البيضات سواء كنتي متزوجة أو عندك حبيب، فكنشوف كاين شوي بيناتكم تباعد، كاين بيناتكم فراق، ولكن يرجع لك، يعني الحظ والقدر غادي يجمع بيناتكم. اللي هي كتقلب على الحمل، ف الحمل مازال غادي يكون عندك مع هذا الابيض هذا. وكنقول لك هذا الابيض معرض للسحر، معرض لطاقات سلبيه، وعنده امراض، وهاد الامراض اللي هو فيها او هاد الشيء اللي كيألمه او هاد المرض اللي عنده هو ناتج على طاقه سلبيه او على سحر.
وكنشوفك غادي تكون عندك صداقات او تعارف جديد مع ناس جدد. كنشوف كذلك عندك لقاءات، عندك اجتماعات، حتى الا كنتي مثلا في العمل او كنتي موظفة او عاملة، فعندك بزاف ديال اللقاءات في العمل ديالك، عندك بزاف ديال التجمعات في العمل ديالك، عندك اشياء جديدة مع ناس جدد، تعارف مع ناس جداد حتى فيما يخص العمل، وحتى اللي هما كيدرسوا فعندكم يعني دراسة مكثفة، عندكم شغل أو دراسة، غادي تكونوا مضغوطين بالدروس ديالكم، مثلا ما عرفتش أنا كل واحد وكيفاش دايرة الطريقة ديال الدراسة ديالو، ولكن غادي تكونوا مضغوطين، يعني عندكم الوقت غادي يكون مكرس للدراسة ديالكم أكثر وأكثر. بالنسبة اللي عندها أي شيء في إدارة أو في محكمة، فكنشوف الأمور جيدة ومناسبة، وكنشوف كذلك يا البيضاء عندك حاجة كبيرة أو حاجة مادية أو حاجة ثمينة أو مبلغ مالي غادي يجيك من البلاد البعيدة أو من مدينة بعيدة، وكنشوف الحياة العاطفية ديالك مازال غادي تكون زاهرة، مازال غادي تكون فيها فرحة. كنقول البعض فيكم راه قلنا اللي عندها الأسمر من غير الأبيض هذه غادي تكون عندك معاه خطوبة أو زواج فجأة، وكنقول لك داخلة لك البيت أو داخلة لك العتبة سيدة اللي هي أو بنت اللي هي سمراء، داخلة بالخير وغادي تفيدك أو غادي تساعدك في بزاف ديال الحاجات، وممكن تساعدك في تغييرات إيجابية بالنسبة ليك. بالنسبة للحظوظ ديالك، الحظوظ كنشوفها شوية ناقصة، واحد الخمس أيام ما غاديش تكوني محدودة لواحد الدرجة اللي هي كبيرة، ولكن بالنسبة للعين والحسد، إلا كنتي كتسألي على العين والحسد فما كاينش. كنشوف البعض فيكم اللي كاين رجل أسمر من غير هذا اللي بان بأنه غادي يكون معاه زواج أو خطوبة، كاين رجل اللي هو أسمر وباغيك للحرام، باغيك فقط للغراميات والاستمتاع، فانتبهي، فهي كاينه جوج الحالات، فهذاك اللي سريع واللي غادي يبان لك النيه ديالو خلال هذا الاسبوع فنيته صافيه، ولكن كاين أسمر اللي كيتماطل، اللي مثلا انت معاه هذه مده طويله، فغادي يبقى دائما الحال على ما هو عليه، غادي يبغي غير الاستمتاع بك وغادي يبغي غير الحرام. كذلك كنقول لك بالنسبه لهذا الابيض هذا، واخا ما غاديش يهضر معاك في هذه الايام هذه، راه مازال غير انت ما تتصليش، راه مازال هو كيفكر في الاتصال بك. فكان هذا الفال ديالك يا البيضاء، قلنا قلبك على مبالغ ماليه، يمكن انت عندك ديون وكتفكري كيفاش تسددي هذه الديون هذه، او باغيه تشري حاجات والمبلغ المالي ما متوفر لكش وكتضربي الف حسبه وحسبه باش توفري هذا المبلغ هذا. وقلنا بالنسبه للحياه العاطفيه او الحياه الزوجيه، فما تخافيش، الامور راه غتكون جيده، واخا هذا الابيض يكون رد عليك بالظهر، واخا ما كاينش اهتمام منه، ولكن الحياه ديالك ما تخافيش عليها، ما كاينش شي خوف على هذه الحياه الزوجيه ديالك او على الحياه العاطفيه ديالك. وقلنا بان كاين رجل سمر اللي غادي يكون عندك، حتى اللي ما عندهاش حبيب راه ممكن يجيك هذا على حين غفله، او انت الا كتعرفي هذا الاسمر هذا وكتقولي واش نبقى معاه او نبقى مع الابيض، فالاسمر عندك اسرع وممكن يكون عندك معاه زواج اسرع من الابيض. وقلنا كاين السيده اللي هي سمراء غادي تدخل لك العتبه وغادي تساعدك بزاف، وغادي تساعدك حتى في تغيير الحياه ديالك الى الاحسن، هذه السيده هذه ممكن تكون من العائله ديالك. وقلنا هذا الابيض هذا سواء كان زوج او كان حبيب راه غادي يكون بيناتكم شويه ديال التباعد وعدم الاهتمام، ولكن الحظ والقدر غادي يجمع بيناتكم. هو راه كيبغيك وطيح في ظهرك، ولكن كاين شي حوايج اللي كتبعدوا عليك، اما هو مريض او عنده سحر
او مهتم بمشاكل الام ديالو او بمشاكل العائله ديالو. قلنا الا كنتي كتنتظري خبر عن الحمل فغادي يكون عندك حمل مع هذا الابيض هذا، مازال غادي يتصل بك هذا السيد هذا، فراه ما ناسيكش، غادي يجي واحد الوقت اللي غادي يعيط لك. وقلنا كذلك انت بحال قلتي هاد السيد صافي ما غادش يجي ما غادش يبان، لا مازال غادي يرجع، وانت صافي مليتي وكنشوفك غادي تحاولي انك تربطي علاقات جديده او ديري صداقات جديده، وحتى الا درتي هاد الصداقات الجديده عندك فيها خير، يعني ما راهش سلبيه بالنسبه ليك. قلنا بالنسبه للعمل غادي يكون عندك اجتماعات او لقاءات او تجمعات، وكذلك بالناس اللي كيدرسوا غادي يكون عندكم دراسه مكثفه هاد الايام. قلنا غادي تجيك حاجه ماديه كبيره او شيء ثمين غادي يجيك من البلاد البعيده او من المدينه البعيده. بالنسبه للعين والحسد راه ما كاينش عليك العين والحسد، هذا ما قال الفال ديالك يا البيضاء، ونشوفوا الفال ديال البيضاء مع الحنطي. فغادي تكوني انت هاديه البيضاء والحظ ديالك مع الرجل الحنطي، ان شاء الله فالك خير، ان شاء الله فالك ايجابي. هذا الفال ديال البيضاء والحظ ديالها مع الرجل الحنطي. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك على مناسبة او حفلة او عزومة، كتفكري في راسك، كتفكري في ناس اخرين، او كتفكري في الابنة ديالك او في الاخت ديالك، يعني التفكير ديالك كتير، مرة تفكري في راسك، مرة تفكري في الاخت ديالك، مرة تفكري في الابنة ديالك، مرة كتفكري في الصحبة ديالك، يعني التفكير ديالك هاد الايام غادي يكون كتير. شوية غادي تكوني هاد الخمس ايام الجاية نفسيتك تعبانة او ما غاديش تكوني على ما يرام، العتبه شويه غادي تكون فيها طاقه سلبيه العتبه ديالكم، او ما غاديش تلقاي الراحه ديالك في العتبه، وخصوصا بالليل غادي تحسي بضيق. عندك مكالمه هاتفيه غادي تسمعيها ولكني ما غاديش تعجبك، او الخبر اللي كتنتظريه ما غاديش يعجبك. انتي داخله تشوفي على الحنطي ولكني الخبر اللي غادي تسمعيه وما غاديش يعجبك هو من رجل اسمر، فهذا الرجل الاسمر ممكن يكون حبيب ثاني او اخ او ابن او اب او شخص كتعاملي معاه، فانتي كتنتظري تليفون منه او خبر، فالخبر ما غاديش يعجبك وغادي تدوز واحد المده ديال خمسه الاوقات عاد الامور غادي تصلح ما بينك وبين هذا الاسمر، او عاد هذا الخبر اللي وصلك خايب ممكن يتعالج بعد خمسه اوقات، ممكن خمسه الايام او خمسه الاسابيع عاد الامور ديالك تسوى مع هذا الرجل الاسمر هذا. كنشوفك يا البيضه اللي مع الحنطي نفس الشيء بحالك بحال البيضه اللي مع الابيض، فلا اهتمام، ما كاينش اهتمام بهذا الحنطي، هو رد عليك بالظهر وانت رد عليه بالظهر، كاين تنافر بيناتكم، ولكن الحظ والقدر مازال غادي يجمعكم، ومازال غادي يكون عندكم تغييرات الى الاحسن من الناحيه الماديه. انت كتشكي فيه وهو كيشك فيك، انت كتقولي هذا ممكن يكون غدار او كيتلاعب بيا، ونفس الشيء حتى هو، فمازال غادي تجي ايام اللي غادي تجلسي انت وياه وغادي تكون الامور ديالكم جيده وغادي يكون بيناتكم تفاهم. كاين البعض فيكم هذا الحنطي عنده طرف ثالث، ولكن هذا الطرف الثالث عندها ناس اخرين، يعني ماشي غير مع الحنطي كتكون، فكتكون مع راجل واكثر، فما يهمكش لان مازال غادي يتفارق هو وياها. واللي كتنتظر رجوع او مصالحه
فمازال غادي يكون رجوع ومصالحة مع الحنطي اللي هو يلبس لباس خاص او يشتغل في مصلحة حكومية. انت اللي غادي يكون عندك تصالح ورجوع بهاد الايام هذه. كنشوف هو هاد الحنطي الا كان عنده مسائل قانونية او ادارية او في العمل كان عنده مشاكل، بالعكس هاد الايام عنده ارزاق، عنده حظوظ، عنده نصرة، عنده اوراق غادي يحصل عليها. تنقولك هاد الحنطي الحب راهو كاين، واخا ما كاينش الاهتمام، كاين تنافر بيناتكم، ولكن هو مازال كيبغيك، الحب راهو كاين. كنشوف هو كأن الاهل ديالو او العائلة ديالو البعض فيكم مهتمة به وكدير ليه طاقة روحانية من اجل التشافي. كأن هذا الحنطي هذا كان معرض للسحر او عنده عوارض، فالاهل ديالو او الام ديالو مهتمة به وكأنه كتساعده من اجل التشافي. وقلنا بالنسبة للحظوظ ديالك، العكوسات اللي كانوا عندك، انا كنشوف هاد الايام او هاد الاسبوع هذا ما غادش يبقى عندك عكوسات في الحظ ديالك، عندك تغييرات، عندك ترتيبات غادي ديريها، غادي تحصلي على اموال واخا هي شوية اموال قليلة. كذلك هنا كاين اللي غادي يكون عندها حمل، ولكن انتبهي للحمل ديالك لان ممكن تضيعيه او ممكن ما تعرفيش تحافظي على هذا الحمل ديالك، فانتبهي من الحمل ديالك هذه الايام هذه. وقلنا عندك تغييرات من الناحيه الماديه، ولكن ماشي بواحد الشكل اللي هو كبير، فشويه عندك الامور الماديه بسيطه جدا. قلنا العتبه شي شويه ما غاديش تكوني كتحسي براحتك فيها، غادي تكوني تعبانه في البيت ديالك خصوصا بالليل. وتنقول اللي كتنتظر شيء من البلاد البعيده فغادي تفرحي على هذا الشيء اللي عندك في البلاد البعيده. وبالنسبه للمغتربات عندكم امضاء اوراق غادي تسعدوا عليها، هذه الاوراق هذه مهمه بالنسبه لكم، فغادي تكون عندكم فرحه عليها. فهذا ما قال الفال ديالك هي البيضاء مع الحنطي، فقلنا غادي يكون بينك وبين هذا الحنطي تنافر وتباعد وشك وغيره، وكل واحد فيكم كيقول الاخر يعني اناني او غدار، فبجوجكم ما عندكمش الثقه في بعضياتكم، ولكن الحظ والقدر غادي يجمعكم ومازال غادي يكون عندكم تغييرات الى الاحسن. البعض فيكم هذا الحنطي عنده طرف ثالث، ولكن هذا الطرف الثالث يعني ما غادش يبقى معاه مده طويله، لان هذا الطرف الثالث كتشوف راجل وجوج وثلاثه واربعه، فمازال غادي تفرق معاها. اللي عندها رجوع ومصالحه هي اللي عندها الحنطي يلبس لباس خاص او لباس رسمي في العمل او هو يشتغل في مصلحه حكوميه. هذا الحنطي هذا مازال عنده ارزاق ومازال عنده نصره في كل ما يخص الادارات او المحاكم او اي حاجه في العمل ديالو، فعنده أموال، عنده أرزاق، عنده نجاح، عنده حصول على أوراق كان كينتظرها. ما كنقولكش هاد الحنطي ما كيبغيكش، الحب راهو كاين، ولكن فقط في الأيام الجاية شوية غادي يكون شك بيناتكم أو غيرة بيناتكم، فانتبهي. قلنا هاد الحنطي كاين اللي عنده سحر والأهل ديالو مهتمين به أو الأم ديالو مهتمة به لإزالة هاد الأسحار والتشافي. وكنقول كذلك غادي يكون عندك مكالمه هاتفيه كتنتظريها من رجل اسمر، هاد المكالمه الجواب غادي يكون سلبي وما غادش يعجبك، ولكن بعد 5 ايام او 5 الاسابيع الامور غادي تصلح وغادي تسوى مع هاد الاسمر هذا. وقلنا العتبه غادي تكوني شوفي فيها عيانه وما غاديش تحسي بالراحه ديالكم خصوصا بالليل. بالنسبه للمغتربات عندكم امضاء عقود، والبعض فيكم اللي كتنتظر شي حاجه من البلاد البعيده، فعندك فرحه على ارزاق من البلاد البعيده. الا كنتي كتسالي واش عندي سحر ولا لا، انت ما عندك لا سحر ولا شيء، يعني الامور ديالك جيده، حتى العراقيل والبلوكات اللي كانوا عندك على الحدود ديالك فزائله. شويه كاين تحسن مادي ولكني بسيط او طفيف. اللي عندها حمل هذه الايام تردي بالك من الحمل، لانه ممكن يوقع لك مشكل بخصوص الحمل ديالك. وغادي نشوفوا البيضاء مع الاسمر. غادي تكون انت هذه البيضاء وهذا الحظ ديالك مع الرجل الاسمر، ان شاء الله فالك خير وفال ايجابي. هذه البيضاء والحظ ديالها مع الرجل الاسمر. ها
هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. هنا قلبك على فلوس او مبلغ مالي كبير، كتفكري سلبي، يعني كلها طاقتك هاد الايام سلبيه، دائما عندك شكوك وظنون، وكتشوفي الامور بشكل سلبي، دائما تفكيرك في الحاجات الخايبه. هنا ياتيك الله بقلب هذا الاسمر، يعني هذا الاسمر اللي انت ناويه عليه، او هذا الحبيب او هذا الزوج ديالك، غادي تفوزي بالمحبه والمعزه ديالو. كاين اللي غادي يكون عندها شراء بيت او تغيير بيت او اصلاح بيت، عندكم تجمع في البيت بالمساء، عندكم مثلا جمع عائلي، وغادي يكون عليه فرحه. كنشوف عليك السحر يا البيضاء اللي عندها الاسمر، عندك طاقه سلبيه او عندك بلوكات بخصوص الاوراق وحتى بخصوص الحمل. ف اللي كتفكر في السفر او اللي كتفكر في ارزاق عندها في البلاد البعيده، فالامور غادي تكون جيده حتى بالنسبه للسفر، غادي تكون جيده. ولكن كنشوف عندك طاقات سلبيه او بلوكات او عوارض بخصوص الاوراق او الملفات او شهادات او رخص، هذه شويه عندك فيها مشاكل. الفال كيقول لك راقبي الصحه ديالك، او ديري تحليلات، او زوري طبيب، لان شويه عندك مشاكل صحيه. وكذلك عندكم مشاكل يعني بخصوص الابناء ديالكم اللي متزوجه، عندك مشاكل خاصه بالاطفال ديالك او الابناء ديالك، غادي يكون عندهم بعض المشاكل. تنقول هنا اللي عندها حبيب ابيض فانتبهي من الحمل، اللي عندها حبيب ابيض تنتبه من الحمل، لان ممكن يكون عندك حمل مع هذا الابيض هذا. انت انا عارفه بانك انت داخله تشوفي على الاسمر، ولكن اللي عندها حبيب اخر وهو ابيض فانتبهي، ممكن تحملي من هذا الابيض هذا. كنشوف غادي يكون عندك سهر بالليل كثير. من الناحيه العاطفيه كنشوف الامور جيده، عندك امور رائعه. الخوف اللي كان عندك والشك اللي كان عندك، وكنتي خايفه من الغدر، او الشريك ديالك او الحبيب ديالك كنتي كتقولي ما عرفت واش هو كيخونني او كيغدرني او فلا، الامور ديالك جيده جدا من الناحيه العاطفيه او من الناحيه ديال بيت الزواج ديالك. تنقول هذا الاسمر هذا شي شويه غادي يكون مشغول عليك هذه الايام، عنده اشياء كيديرها، او عنده ترتيبات كيديرها او اعمال، ف عنده مشاكل، عنده حاجات مهتم بها، فما تلوميش هذا الاسمر هذا، خليه. انا تنقول لك هذا الاسمر مازال حتى غادي يرجع لك ويعطيك الوقت الكافي لك، اما حاليا ف رد عليك بالظهر. فالامور ديالك العاطفيه راها مزيانه، ولكن واخا هذا الاسمر هذا سواء زوج او حبيب ما يهضرش معك ما يعطيكش وقت، فهذا فقط لانه غادي يكون هذه الايام مشغول. كنشوف البنات اللي ما عندهمش حبيب وداخلين تشوفوا هذه القراءه، هذه عندكم زواج قريب خلال 6 ايام او 6 اسابيع غادي يكون عندكم خطوبه او زواج. اللي ما عندهاش حبيب سواء كنتي عازبه مطلقه ارمله وما كانش عندك حبيب نهائيا، انت اللي غادي يكون عندك زواج او عندك اعلام الفرح. قلنا بالنسبه للحظوظ ديالك فكاينه سيده اللي هي حنطيه لبعض فيكم، او لبعض فيكم كاينه سيده اللي هي سمراء، انتبهوا منها. هاد السيده غادي تكون معاكم، غادي يكون بيناتكم اشغال او اعمال، غادي تربحوا معاها، ولكن هاد الاشغال اللي غادي ديروا او هاد الاعمال غادي تكون ممنوعه او فيها اشياء اللي هي حرام، ولكن كنقول لكم غادي يكون عندكم فيها حظوظ وعندكم فيها زهر، واخا هي حرام، واخا غادي تديكم في الخط اللي هو فيه حرام وفيه ممنوعات، ولكن غادي تزهروا عليه. فهذا اللي جا في الفال. وكنقول لكم بالنسبه للعمل عندكم اخبار جديده في العمل وغادي تفرحوا عليها، اذا كانت عندكم شي حاجه في محكمه وكذلك عندكم نصره، عندكم شي حاجه في اداره غادي تظهروا عليها، فالامور جيده. وحتى اللي ما عندهاش عمل الفال كيقول لك طرقي الابواب، الباب العمل مفتوح، واللي هي كانت ديجا حاطه الملف ديالها من اجل العمل فعندك اتصال بان العمل متوفر لك.
هذا اللي جا في الفال ديالك هي البيضاء مع الاسمر، فقلنا هذا الاسمر هذا غادي يكون رد عليك بالظهر، انت اللي غادي تكوني تابعه وكتفكري فيه في الليل، وغادي تكوني مغيره ونفسيتك مدمره من اجله. فما تخافيش، هذا الاسمر هذا فقط غادي يكون عنده اشغال واعمال، وغادي يكون يعني شغله الشاغل هو العمل وهذه الامور ديالو ولقاءات واجتماعات، فما غاديش يعطيك وقت. هذا لا يعني انه ما كيبغيكش، فهو كيبغيك ولكني ما غاديش يعطيك وقت هذه الايام. وقلنا اللي هي ما عندهاش حبيب ارمله او مطلقه او عازبه، فانت اللي غادي يكون عندك فرحه عاطفيه كبيره، ممكن خطوبه، ممكن زواج، ممكن فرحه او تعارف جديد اللي غادي يفرحك. وقلنا انتبهي من البلوكات او من السحر او من الطاقه السلبيه في كل ما يخص الاوراق. اذا كانت عندك شي حاجه، شي ورقه غادي تمضيها او عقود غادي تمضيهم، فهنا اللي عندك عليها بلوكات. والحظ كيقول لك او القدر كيقول لك انتبهي للصحه ديالك، فسيري ديري تحاليل او زوري طبيب، لان الصحه ديالك شي شويه كتبان ماشي هي هذيك. كنقول كذلك اللي كتنتظر فلوس او رزقه من البلاد البعيده فغادي توصلك، او اللي كتشوف للسفر فالسفر غادي يكون عندك مفتوح. قلنا كذلك بالنسبه للعتبه غادي يكون عندكم فيها لمات او جمع عائلي. بالنسبه للحظ ديالك كنشوف هنا سيده، البعض فيكم عندها سيده سمراء والبعض حنطيه، غادي تكون في الحظ ديالك، ولكن الاشياء اللي غادي تكون بينك وبينها غيكون فيها شويه ممنوعات او حرام، واخا داكشي غادي تظهري عليها. قلنا بالنسبه للعمل والمحاكم والاداره والمؤسسه التعليميه فالامور جيده، واللي بغات عمل طرق الابواب هذه الايام، لان باب العمل مفتوح. واللي هي كانت حاطه قبل ملف ديالها من اجل العمل فغادي يكون عندك رد بخصوص العمل. فهذا مجال الفال ديالكم. وكذلك هنا بان لي اللي كانت كتنتظر اللي كان عندكم في العائله شخص كتنتظروه هو حنطي جسمه رياضي، هذا الشخص هذا راهو راجع للعتبه، كنتو كتنتظروا الرجوع ديالو، فالرجوع ديالو راهو كاين هذا الشخص هذا. فكان هذا الفال ديالك يا البيضاء مع الاسمر، ونشوفوا الحنطيه مع الابيض. غادي تكوني انت هذه الحنطيه وهذا الحظ ديالك مع الرجل الابيض، ان شاء الله فالك خير، ان شاء الله فالك ايجابي. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. قلبك هنا على قلبه، يعني كما كتبغيه راه هو كيبغيك. وكذلك هنا كاين فيكم اللي كتفكر في الشخص اللي هو اسمر، وبينك وبينه فلوس او بينك وبينه رزقه، وشي شويه غادي تكوني هاد الايام متالمه او عندك خمول او الام، ما غاديش تكوني حاسه بنفسيتك مزيان. اللي كانت عندها شي حاجه في محكمه او في عمل مع هذا السيد الابيض هذا، وكانت عندكم بلوكات، فكاين حلول وكاين نجاحات وكاين توافق. هذا الابيض هذا كيبغيك، ف يا الحنطيه هذا الابيض هذا عنده اشياء معك
او كانت عندك اشياء انت وياه بخصوص اداره او بخصوص عمل او بخصوص محكمه وكانت عندكم عليها بلوكات، فالامور محلوله. او حتى اذا كان عندكم مثلا ارزاق او ارث او مثلا عقارات كنت وياه كتهضروا فيها، او عندكم مثلا ممتلكات مشتركه وكانت عندكم عليها مشاكل في محكمه، فالامور غادي تحل وغادي تكون بشكل ايجابي. وقلنا هذا الابيض هذا الحب راهو كاين، كيبغيك كيفكر فيك. وكذلك هاد الايام كنشوفوا واحد 3 ايام من رؤيتك لهاد القراءه غادي يكون مهتم حتى بالاهل ديالو، فما تعارضيش، خليك يعني متفهمه وما تبغيش غير بوحدك، فخليه مع شوي الام ديالو ومع الاهل ديالو. الحنطيه كنقول لك عندك العتبه ديالك جد جد رائعه. كاين خبر غادي تسمعوه في العائله ديالكم يفرحكم فرحه كبيره، دخل لكم اموال كثيره للعتبه او شيء ثمين غادي يدخل لكم العتبه. كنشوف كذلك بالنسبه إذا كانت عندك أشياء مع ناس إما يعني هما في بلاد بعيدة أو من غير الملة ديالك أو هما أجانب وعندك معهم أعمال أو عندك معهم حاجات مادية كتناقشيها معهم، فالأمور معهم جد جد ممتازة مع هاد الناس هادو، والعتبة ديالكم رائعة. كاين عندكم فرحة، كاين مكالمة هاتفية بخصوص علامة الفرح غادي توصلكم للعتبة، العتبة ديالكم ظاهرة، العتبة ديالكم كلها إيجابيات، العتبة ديالكم فيها راحة وفيها طاقة إيجابية، داخلة لها فلوس أو داخلة لها شيء كبير أو شراء شيء ثمين غادي يدخل للعتبة. وأنت اللي كيهمك هذا الأبيض فهو راه كيبغيك، كاين توافق بيناتكم، كاين حب. الأمور اللي بينك وبين هذا الأبيض سواء كانت في محكمة في إدارة في عمل او كانت بيناتكم ارزاق وكان فيها بلوكات او عوارض، فالامور غادي تكون محلوله وغادي تكون ايجابيه. غادي يكون هذا الابيض دائما قريب لك، دائما كيبغي يهضر معك، دائما يكون كيبغي يعاود لك. الحب والغراميات شيء رائع جدا. بالنسبه للحظوظ كنشوف عندك الحظوظ سواء كنتي خايفه على الصحه ديالك او عندك شي حاجه مع فقيه او محامي او طبيب، فالامور غادي تكون جيده. انتبهي فقط هنا من خبر غادي يوصلك فلا تصدقيه، كاين واحد الخبر غادي يوصلك من عند سيده، فهذاك الخبر اللي غادي تقول لك ما تصدقيش، فغادي يكون كذب او باغيه توترك ويعني تخلق لك مشكل فما تصدقيهاش. فكان هذا الفال ديالك هي الحنطيه مع الابيض، ففالك زوين، الابيض راهو جاي في الخط ديالك، بينك وبينه اشياء زوينه، الحب والغراميات كاينه، المشاكل والعوارض اللي كانوا عندكم بخصوص محكمه او اداره او عمل غادي تحل وغادي يكونوا عندكم اشياء ايجابيه. قلنا اللي عندها اشياء مع ناس غير المله ديالك او ناس اجانب او عندك ناس في البلاد البعيده وكان بيناتكم اشياء كتهضروا فيها فالامور جيده. وكنقول حتى اللي باغيه اطفال وكتقول واش نخرج لبرا من اجل علاج، فخرجي غادي يكون عندك حاجات ايجابيه بهذا الخصوص. المغتربات اللي كتسالوا على اوراق عندكم في بلاد الغربه فالامور غادي تكون جيده. قلت لكم العتبه عندكم اشياء جيده وممتازه، طاقه العتبه طاقه ايجابيه، داخلين لها فلوس او داخله حاجه ثمينه للعتبه، غادي يجيكم مكالمة هاتفية غادي تفرحوا عليها نتوما والناس اللي معاكم في العتبة. وقلنا بالنسبة للحظوظ سواء طبيب كان عندك شي حاجة مع طبيب او محامي او فقيه من اجل الروحانيات فالامور جيده. فقط هنا السيده ممكن تقول لكم خبر خلال 4 ايام او 4 ساعات من رؤيتكم للقراءه، فلا تهتموا للخبر اللي غادي تقول لكم لان كانها باغا تشوش عليكم او باغا تخلق لكم مشاكل. اما الابيض كنشوفوا رائع هاد الايام، ممتاز معكم هاد الابيض هذا. وغادي نشوفوا الحنطيه مع الحنطي. فغادي تكوني انت هذه يا الحنطيه وهذا الحظ ديالك مع الرجل الحنطي، وان شاء الله فالك خير وفال ايجابي.
هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. شويه قلبك غادي يكون مهموم ومغير ومتالمه، وكتفكري تسافري او تمشي لمكان قريب او مدينه قريبه، او كتفكري ديري مشاوير او اتصالات غادي يكونوا عندك هذا الاسبوع هذا اكثر، جايك مبلغ مالي كبير. غادي تقلقي بزاف هاد الايام او هاد اليومين هادي الجايه، لان كاين اخبار غادي يوصلوك ما غاش تعجبك هاد الاخبار، او غادي تتالمي لهاد الاخبار هادي. انتبهوا العائله او الناس اللي معاك في العتبه، غادي يكون بزاف تجمعات او لقاءات، وغادي يوقعوا بعض المشاكل بين افراد العائله او خصامات. هذا الحنطي هذا كنشوف غادي تكوني تابعاه بزاف، انت اللي كتجري من موراه. كنقول لك هو غادي يكون غير مهتم بك، رد عليك بالظهر، اهمال كبير من ناحيتك. كنشوف عنده طرف ثالث، سواء كان حبيب او كان زوج، فكاينه مراه اخرى في حياته كدير له الجلب او كتجلبوا ليها. كاين البعض فيكم اللي غادي يصدمك هذا الحنطي هذا بالزواج ديالو من مراه اخرى، فانتبهي بزاف يلي عندك الحنطي. فالبعض فيكم انا كنقول غادي يكون عنده زواج، او غادي يخبرك بالزواج ديالو من مراه اخرى. هاد الحنطي هذا هاد الايام كيخون، عنده مراه اخرى في حياته. انت اللي غادي تكوني تابعاه، انت اللي غادي تكوني كتجري من موراه. وتنقول لك مازال كاين في حياتك رجل اسمر، رجل اسمر مهتم بك، كيبغيك، مازال حتى غادي يبان لك في حياتك هذا الرجل الاسمر، وممكن يبغيك للزواج. قلنا عندكم شويه خصامات عائليه او نزاعات بخصوص العائله. كنقول كذلك البعض فيكم حتى ان حياتكم العاطفيه تمشي مزيان او تمشي في خط سليم، او ما يكونوش عندكم مشاكل، ف تصدقوا صلوا ديروا صله الرحم، لان الامور ديالكم غاديه للوراء. فانتبهوا الا كنتم مخصمين مع شي حد تصالحوا، الا ما كنتوش كتصدقوا تصدقوا حتى ان الامور ديالكم تفتح والامور ديالكم تتسهل. فاللي كيبان ان هذا الحنطي هذا كاين خيانه، كاين زواج، كاين بعاد، واخا ممكن يرجع لك، واخا يرجع لك يعاود نفس الشيء، يعاودها مره اخرى. فانتبهي يا الحنطيه اللي هي مع الحنطي. تنقول الى كنتي كتسالي بخصوص العمل، العمل عندك اشياء ايجابيه جدا، العمل عندك ارزاق، كنتي كتدرسي، الامور ديالك ممتازه جدا، كانت عندك شي حاجه في محكمه كتنتظري فلوس او نفقه، او كان عندكم شي حاجه بخصوص الارث، او عندك نزاعات مع اشخاص في محكمه، فعندك نصره. الامور ديالك الاداريه رائعه، الدراسه رائعه، العمل ممتاز جدا. بالنسبه كنشوفك يعني غادي تكون الاهتمام ديالك خاص بك، كتهتمي براسك فقط، يعني غادي تكوني تنساي الناس ومشاكل الناس، وما عندك دخل بالناس. فقبل كنتي كتدخلي في شؤون الناس، وكنتي كتبغي تعرفي الاوضاع ديالهم، كي كنقولوا حنا برقاقه، فغادي ديري عقلك هاد الايام هذا، وغادي ترصي راسك، لان غادي تشوفي بانك انت محتاجه انك تعالجي المشاكل اللي عندك. كنقول راه كاين رجل في العتبه ديالكم او من الاهل ديالكم كان عنده مشاكل، او كان عنده سحر، او كانت عنده حاجات اللي ما كتخليهش يوصل للدار او هاجركم. فهاد الشخص هذا راه مازال غادي يرجع للعتبه. هذا ما قال الفال ديالك، فانتبهي انتبهي انتبهي يا الحنطيه، لان الحنطي خيانه، ممكن يتزوج ويفاجئك بالزواج ديالو. غادي يكون هامل ليك، غادي يكون كيهرب منك، انت اللي غادي تكوني تابعه. البعض فيكم كنقول راه كاين واحد الرجل السمر اللي كيهتم بك وباغيك، وممكن يطلبك للزواج ونيته صافيه هاد الاسمر هذا.
حط عليك العين، حتى الا كنتي مزوجه فممكن يكون عندك هذا الرجل هذا، فكنتي مزوجه او عازبه او مطلقه او ارمله او ما عندكش حبيب، كاين رجل اسمر اللي حط عليك العين ومازال غادي يطلبك للزواج. قلنا حياتك العاطفيه ممكن تتحسن الا انت قمتي بصداقات، الا درتي صله الرحم. كنشوف عندكم خصامات ونزاعات في العتبه كثيره، كاين الشخص اللي هو هجركم مده طويله، ممكن الاخ او الاب او شي واحد من العائله، او كانت عنده امراض، او كان يعني انورمال هاد الشخص هذا، بحال كان شويه عنده امراض ولا بحال هاد الشكل هذا وهجركم مده طويله، راه غادي يرجع. قلنا بالنسبه للعمل، المحاكم، الدراسه، الامور مناسبه وجيده جدا من الناحيه الماديه، اموركم رائعه. فهذا كان المثال ديالك، يا الحنطيه مع الحنطي، وغادي نشوفوا الحنطيه مع الاسمر. فغادي تكوني انت هذه الحنطيه والحظ ديالك مع الرجل الاسمر، ان شاء الله فالخير وفالايجابي. هذه الحنطيه والحظ ديالها مع الرجل الاسمر. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. قلبك على شخص اللي هو حنطي، ممكن يكون الحبيب، زوج، اخ، اب، كتفكري فيه بزاف، وكتفكري كذلك في العتبه او في المحل ديالك او في الشركه ديالك الا كانت عندك شركه او عمل حر ديالك كتفكري فيه بزاف. وهنا كاين شخص غادي تشوفيه اللي هو ابيض عريض الكتاف، ممكن يكون من الاهل او صديق او شخص كتعرفيه، غادي يكون عندك لقاء به او غادي تشوفيه. اللي ما عندهاش حبيب راه غادي يبان لك هاد الايام شخص جديد باغي يتعرف عليك، اللي داخله تشوفي هاد القراءه هادي. هاد الاسمر نيتو صافيه، ممكن يهضر لك على الزواج او ترسيم العلاقه، او غادي تسمعي منه حاجات اللي غادي تعجبك. فنعاودها، فقلنا البنات اللي ما عندهمش حبيب، كاين شخص غادي يدخل في الحياة ديالكم، كاين شخص اللي غادي يكون بينك وبينه حب. هاد الشخص هذا البعض فيكم هو جديد، وكاين البعض فيكم اللي كانت كتعرف رجل قبل، هو حنطي، هو حنطي، مازال غادي يرجع لك هذا الحنطي هذا، ومازال غادي ترجع الحب والحنان بيناتكم. بالنسبه انت اللي داخله تشوفي على الاسمر، فالاسمر هو باغي معاك الاستمراريه، كيشوف لك لزهرك، عندك معاه حاجات ايجابيه. هذا الشخص هذا الا كان حبيب راه باغي الزواج ونيته صافيه، ممكن يهضر لك بخصوص العلاقه ديالكم او شنو غادي نديرو او الترتيبات، وغادي يهضر معاك بطريقه جديه. ممكن يكون عندك خطوبه، علاش لا، او زواج، لان طايح عليه علام الفرح، كيفكر فيك بزاف، كيشوف لك باغي يستمر معاك، تزهري مع هذا الاسمر هذا. واللي كان عندها هذا الزوج ديالها، فكنقول عندك معاه حاجات اللي هي زوينه ومازال الاستمراريه معاه. فقط هنا كنشوف البعض فيكم ان واخا راجلها كيبغيها او واخا الحبيب ديالها كيبغيها، فانتي كتفكري في راجل اخر اللي هو ابيض عريض الكتاف. فحتى ولو كنتي كتفكري في هذا الرجل اللي هو ابيض، او عندك حبيب اخر اللي هو ابيض، فحتى هذا الشخص هذا مناسب لك، حتى هذا الابيض هذا فيه خير، في حاجات اللي تعجبك، في عندك معاه حظوظ، عندك معاه استمراريه، اموركم جيده. فانتي سواء حيت دخلتي تشوفي على الاسمر راهو مزيان ونيته صافيه ومازال الاستمراريه وعندك حظوظ معاه، وحتى الا كان عندك حبيب اخر اللي هو ابيض، فهاد الابيض هذا راه حتى هو كيشوف لك هاد الايام بنظره ايجابيه وباغيك، وعندك معاه فرحه او عندك معاه حاجات ايجابيه. قلنا هاد الابيض راه كيموت عليك حتى هو كيبغيك، وحتى الا كنتي كتعرفي شي واحد بيض راه كاين الرجوع. فعندكم نتوما هاد الحنطيات اللي دخلتوا تشوفوا على الاسمر، عندكم الرجوع بزاف. كان عندك طليق قبل، او كان عندك حبيب كان حنطي او كان ابيض، فالرجوع ديالو كاين عندكم، الرجوع مع هاد الاشخاص اللي كنتو كتعرفوا قبل كثير.
يعني سواء كان حنطي او ابيض عندك معاه الرجوع، وقلنا الاسمر عندك معاه الامور جيده، حظوظ، فرحه، ممكن خطوبه، ممكن زواج. اذا كان الزوج ديالك هذا مازال الاستمراريه، عندك معاه حظوظ، عندك معاه حاجات ايجابيه. وحتى اذا كان هذا الحبيب ديالك وما كانتش خطوبه او زواج، ف غادي يهضر معاك يعني بشكل جدي، بحال كيفاش غادي تكون الحياه ديالنا، شنو غادي نديرو، فغادي يناقش معاك مواضيع اللي انت غادي تسرك هاد المواضيع هادي. وكنقول لك راه كاينه انت بحال شاكه، عندك جوج ديال السيدات، وحده سمراء وحده بيضاء، وكتقولي شكون فيهم الاحسن وشكون فيهم اللي ما تناسبنيش. فتناسبك البيضاء على السمراء، يعني البيضاء عندك معاها خير على السمراء. غادي تجيك مكالمة هاتفية خاصة بالعائلة، يعني جوج المكالمات، وحدة غادي تعجبك وحدة شوية خبر اللي ما غادش يعجبكم. بالنسبة للإدارة، العمل أو الدراسة، فكنشوف الأمور تبقى على ما هي عليه. فقط اللي كانت كتنتظر أوراق من أجل السفر، فمحلول الأوراق ديال السفر. واللي عندها مثلا إمضاءات، فالإمضاءات غادي تكون إمضاءات العقود غادي تتم على خير. هذا اللي كاين، أو اللي كانت كتنتظر مثلا في الدراسة سفر عن طريق الدراسة، مثلا دير ستاج على برا أو في مدينة أخرى، فهاد الشيء هذا غادي يكون الأمور جيدة. هذا مجال الفال ديالكم، والأمور العاطفية ديالك رائعة جدا. وقلنا عندك الرجوع خصوصا بالنسبة للناس اللي كنتي كتعرفي قبل، من الناحية المادية ممتازة، من الناحية العاطفية رائعة جدا. وقلنا جوج الأخبار غادي تسمعيهم انتي مع العائلة ديالك، واحد غادي يعجبكم والثاني ما غادش يعجبكم. الثاني اللي ما غادش يعجبكم هو خاص ببنت او بسيدة، هاد السيدة ممكن كتشتغل في مصلحة حكومية، او كتلبس لباس خاص، او هي مريضة وكتنتظروا النتيجة. فشوية النتيجة غادي تكون مؤلمة لكم. قلنا الا كنتي عندك جوج ديال السيدات وكتقولي شكون فيهم الاحسن، واش السمراء ولا البيضاء، فالبيضاء عندك هاد الايام احسن من السمراء. قلنا كاين رجل ابيض اللي كيبغيك، كيموت عليك وباغي معاك المعقول، هاد السيد هذا، وتظهري معاه، وحتى السمر اللي داخله تشوفي عليه، فالامور بينك وبينه جيده. فقط بغيت نقول واحد الشيء، كاين البعض فيكم اللي الاسمر عنده سحر، الاسمر عنده سحر، عنده بلوكات، عنده التبعه، عنده العين والحسد. البعض فيكم وخصوصا اللي هو يشتغل في مصلحه حكوميه او يلبس لباس خاص، هذا مضروب عليه العظم بالسحر. هذا مجال الفال ديالك يا الحنطيه مع الاسمر. وغادي نشوفوا السمراء مع الابيض. نسبه السمراوات عندي فاخر فيديوهات حطيت، بغيت نشوف النسبة ديال المشاهدة ديال البيضات، ديال الحنطيات، ديال السمراء. فانتي السمراء قليلة جدا، يعني انا السمراوات النسبة اللي كيشوفوني من السمراوات فهي ضعيفة جدا. واضف الى ذلك ما كديروش دعم، ما كاينش دعم من طرفكم، لا لايكات ولا تعليقات ولا شيء، يعني متكاسلات، ولهذا سوف اتكاسل انا ايضا. ان شاء الله فالكم خير يا السمراوات. ولكن عندي صديقاتي اللي كيديروا القراءات الخاصه كثار، اللي هما سمراوات، كنسلم عليكم. غادي نشوفوا اي السمراء مع الابيض. فانتوما كتطلبوا وكتقولوا لا خصكي تديري لنا الوقت قصير، لا، وحتى انا يلا حتى انا نلومكم، انتوما ما كديروش لايك، انتوما ما كديروش تعليقات، نسبه المشاهده ديالكم ضعيفه، يلا حتى انا دابا نبقى نعلق عليكم صوتا. فهادي انت يا السمراء، هذا الحظ ديالك مع الرجل الابيض. يلا واحسبي لي شحال غادي ندير لك، واش كثرت لك في الدقائق ولا درت لك قليل. فهذه السمراء والحظ ديالها مع الابيض، ان شاء الله فالك خير وان شاء الله فالك ايجابيه السمراء. ها
هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك على فلوس او حاجه ثمينه، غادي يكون عندك تفكير كثير بالليل وشويه غادي تكوني مألمه هاد الايام الجايه، نفسيتك غادي تكون تعبانه وغير مرتاحه. المبالغ الماليه او الحاجات الماديه غادي تكون عندك مع راجل سمر، عندك فرحه بخصوص اداره او بخصوص عمل، او اذا كانت عندك شي حاجه على طبلة المخزن غادي تفرحي عليها او في محكمه عندك على من فرح، وعندك نجاحات اذا كنتي كدرسي، امور جيده لا من ناحيه المحاكم لا المؤسسه التعليميه ولا الاداره ولا العمل، امور رائعه جدا، احسن واقوى ورقه في الكارطه المغربيه جاتك على المحكمه على الاداره على الدراسه على العمل، امور جيده ومناسبه وعندك حظوظ جد 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 ممتازة. بالنسبة للعتبة فالعتبة غادي تكون ظاهرة عندك، العتبة فيها طاقة إيجابية، عندكم أخبار غادي تسمعوها رائعة من ناحية المادية أو من ناحية المالية، الأمور جيدة، العتبة ديالكم رائعة ظاهرة، طاقة إيجابية، أخبار جيدة، الناحية المادية زوينة، وعندكم شيء ثمين غادي يدخل العتبة. بالنسبة للعمل وكذلك ممتاز العمل، عندكم عمل أعلام الفرح في العمل، عندكم حظوظ في العمل، عندكم نصرة على محكمة، نجاحات في الدراسة، الأمور جيدة من هذه الناحية. هذه من الناحية العاطفية عندكم تغييرات وتغييرات شوية، بالنسبة للمتزوجات غادي تكون عندكم تغييرات شوية سلبية، لأن كاين تدخل الحما ديالك أو الأهل ديال الزوج ديالك غادي تدخلوا في الحياة ديالك، وممكن توقع بعض المشاكل أو الغيار أو فراق، أو غادي يهضر لك هاد الزوج ديالك بخصوص الطلاق، فانتبهي لأن الأهل ديالو شوية بعض فيكم ما باغينكش الأهل ديالو. كنشوف اللي كانت كتنتظر مكالمة هاتفية من عند هاد الأبيض، فالمكالمة الهاتفية غادي تكون، كنشوف المصالحة والرجوع مع هاد الأبيض راه كاينة، واخا هو عنده طرف ثالث، فالطرف الثالث هنا حامل، ممكن هذا يكون الحبيب ديالك هو عنده مرأة أخرى أو متزوج، فالزوجة ديالو غادي تكون حامل، هاد الحبيب ديالك هذا راه مازال غادي يتصل بك، مازال غادي يرجع لك، مازال غادي يكون تصالح معاه، وتنقول حتى اللي كان عندها هاد الأبيض هذا مطلقة، فكاين حظوظ كثيرة للرجوع أو التواصل معك، أو غادي يعيط لك يسأل على الأخبار ديالك. بالنسبة قلنا لبعض فيكم فالأهل ديال الزوج ديالك غادي يكونوا حجرة عطرة في طريقك، فالأهل كلهم نساء ورجال ما باغينكش وكيجريو في الطلاق ديالك، فانتبهي انتبهي انت المتزوجة انتبهي بزاف، فالحياة العاطفية ديالك شي شوية مهددة، هذا اللي بان. فقلنا غادي يكون عندك شوية هز الهم بخصوص فلوس او بخصوص حاجه ثقيله عندك مع رجل اسمر، وكان عندك معاه بلوكات او كان عندك معاه مشاكل، فالامور محلوله في الايام القادمه. قلنا كل ما يخص المحكمه المؤسسه التعليميه اداريه عمل، فرائع، عندكم احسن احسن ورقه في الكارطه المغربيه هي علم الفرح بالحظوظ بالزهر، الامور جيده عندكم من هذه الناحيه. هذه عندكم كذلك العتبه ديالكم ظاهره، اخبار غادي تسمعوها ساره بخصوص فلوس او بخصوص حاجه ثمينه غادي تدخل لكم الدار، غادي تفرحوا عليها. كنقول لكم لبعض فيكم اللي هي عندها الحبيب ابيض وهو مزوج، يعني عنده عارفه انت انه مزوج، فهذيك المراه ديالو ممكن تكون حامله، وتنقول كذلك هنا هاد الابيض هذا اللي كتنتظري مكالمه هاتفيه راه مازال غادي يتصل بك، مازال غادي يسول فيك، وكاين مصالحه بالنسبه اللي هما متخاصمين او رجوع بالنسبه اللي هي مطلقه، البعض فيكم عندها فراق او غيار، لان الاهل ديال الزوج ديالك او الحماه ديالك
كلهم ما باغيين شو هما السبب في ان الابيض يطلقك او ينفصل عليك. انا كنقول لك ماشي هو كيبغيك وهما ضاغطين عليه، ولكن ممكن تكون لك النصره الا عرفتي كيفاش تتعاملي. المغتربات كاين عندكم شخص جديد غادي يدخل في الحياه ديالكم، ممكن انثى ممكن ذكر. المغتربات اللي كتنتظروا حمل غادي يكون عندكم حمل. هذا ما قال الفال ديالك يا السمراء، فان شاء الله يكون عجبك الفال. وكنشوفك شويه انت بحال ما عارفاش راسك من رجليك، يعني انت مرونه مرونه وما عارفاش شنو غديري هاد الايام هذه. فهذا كان الفال ديالك يا السمراء مع الابيض، وغادي نشوفوا السمراء مع الحنطي. فغادي تكوني انت هذه هي السمراء، وهذا الحظ ديالك مع الرجل الحنطي. ان شاء الله فالك خير وان شاء الله فالك ايجابي. هذه السمراء والحظ ديالك مع الرجل الحنطي. هذا قلبك تخمامك اتيك الله، قلبك تخمامك اتيك الله، قلبك تخمامك اتيك الله. هنا غادي يكون عندك شويه سهر بالليل وكتفكري كتفكري وكتقولي واش عندي سحر، واش عندي بلوكات. وكاين فيكم اللي غادي تفكر دير طاقه روحانيه، كاين اللي عندها انتقال من عتبه لعتبه او دخول لعتبه جديده. عندكم سهر بالليل تكونوا كتفكروا بخصوص اوراق عندكم خاصه بالعمل او خاصه باداره، هذا الشيء اللي غادي يكون شغلكم دائما بالليل. هاد الحنطي هذا كنشوفو نيتو صافيه، باغي المعقول، كاين اللي غادي يهضر معاك بشكل جدي في العلاقه ديالكم. فقط اللي عندها الحنطي في البلاد البعيده او هو جنابي باغيك، باغي الزواج بك، باغي يتقدم لك، ولكني مازال عنده شويه ديال العراقيل. واحد المده ديال خمسه ديال الاوقات، يعني خمسه ديال الاسابيع، هذا اللي هو قلنا اللي هو في البلاد البعيده او اجنبي، هذا راه باغيك للزواج، باغي المعقول. فقط دوز واحد خمسه الايام او خمسه الاسابيع ويكون عنده سفر لك، كان السفر عنده مبلوكي، السفر مبلوكي. فهذا مازال كيبغيك هذا الحنطي، مازال عندك معاه حظوظ، مازال عندك حاجات ايجابيه معاه، مازال غادي يهضر معاك بخصوص حاجات ماديه. وكنقول هذا الحنطي ما تخسريش لانه مزيان، وهاد الايام انا كنشوفه رائع، طيح في ظهرك. مازال غادي يهضر معاك، اللي كتنتظر مكالمه هاتفيه غادي يهضر معاك، ولكن انت كنشوفك شي شويه بحال هاملاه او فاقده الامل فيه، او كتقولي محال هاد الشخص واش يكون نيته صافيه. لا، الا كان الحبيب ديالك هذا فهو نيته صافيه، مازال غادي يتصل بك، مازال كاين في الخط ديالك، باغي يجي لعندك. الا كان في البلاد البعيده فقط كاين بعض البلوكات او المشاكل في السفر ديالو، الحب راه كاين، مازال غادي يهضر معاك بخصوص حاجات ماديه. بالنسبه لي هي عندها هذا الزوج ديالها، فغادي تفرحوا على حمل او غادي تفرحوا على اولادكم، عندهم حاجه مفرحه للابناء ديالكم، او انت غادي تكوني حامله مع هذا الحنطي هذا، وامورك جيده معاه. فقط هذا الزوج هذا كنشوفو شويه غادي يكون عيان او صحته شويه مدهوره هاد الايام الجايه. وكنقول للسيدات السمراوات اللي حاطين يعني قبل حاطين اوراقهم في المحكمه وكينتظروا واش الطلاق غادي يتم ولا لا، فالطلاق غادي يتم، ولكن بعده رجوع، حتى يتم الطلاق عاد وبعده يكون رجوع. بالنسبه لك غادي يكونوا عندك تحركات كثيره، عندك تغييرات غادي ديريها او ترتيبات كثيره. كاين اللي كتفكر هنا دير طاقات روحانيه، ما تخافيش يا السمراء، كاين معاك الاهل ديالك واقفين معاك، واقفين معاك ناس يساعدوك، يعني ما غاديش تكوني بوحدك، الامور ديالك جيده. انت بالنسبه اللي كتنتظر رجوع، فما عندكش رجوع هاد الايام، اللي كتنتظر رجوع
رجوع هاد الايام عليه بلوكات، الرجوع عليه بلوكات. وهذيك اللي حاطه اوراقها على الطلاق وكتقولي واش غادي يتم الطلاق ولا لا، غادي يتم ولكني من بعده يكون رجوع، يعني غادي ترجعي لهذا السيد اللي غادي يطلقك في هاد الايام، مازال حتى غادي يكون رجوع بيناتكم. وقلنا اللي كتنتظر حمل راه غادي يكون عندك حمل هاد الايام مع هاد الحنطي، او اللي ما عندهاش حمل غادي تفرح على الابناء ديالها، يمكن احد من الابناء ديالها غادي يكون عنده زواج او خطوبه او نجاح. هذا الحبيب ديالك الحنطي راهو كيبغيك ونيته صافيه وباغي الزواج معاك، انت شي شويه كتشوفي كتقولي يمكن هذا كيتلعب بيا، لا فمازال غادي يهضر معاك هذا الحنطي، مازال كاين في الخط ديالك. اللي عندها هذا الحنطي في البلاد البعيده وكتقولي واش غادي يجي ولا لا، راه مازال غادي يجي لعندك، فقط كاين شويه بلوكات من ناحيه هذا السفر. الحب راهو كاين، الامور جيده مع هذا الحنطي، كنقول لك الامور جيده سواء كان حبيب كان زوج مزيان، فقط اللي حاطه ورقها في المحكمه من اجل الطلاق، فالطلاق غادي يتم. وقلت راه كاينين الناس واقفين معاك، الاهل ديالك واقفين معاك، ناس ما غاديش تحسي بانك بوحدك. من ناحيه ديال العمل الامور متوسطه، العمل شويه عندك متوسط، الدراسه متوسطه، انتبهوا لانكم متكاسلين في العمل، ومن ناحيه الدراسيه كنشوفكم كسولات. هذا اللي قال الفال ديالك يا السمراء مع الحنطي. ونشوفوا السمراء مع الاسمر. فغادي تكوني انت هذه السمراء والحظ ديالك مع الاسمر، ان شاء الله فالك خير، ان شاء الله فالك ايجابي. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. شويه انت خايفه من السحر وراه عليك سحر او عليك طاقه سلبيه، كتفكري في شخص اللي هو بيضو كيفكر فيك، ممكن يكون الاب الاخ الابن او شي حبيب سابق، فكما كتفكري فيه راه كيفكر فيك. وكاين فيكم اللي كاين شخص بيض هو اللي كيدير لك طاقه سلبيه او كيدير لك سحر، وكذلك كاين الرجال اللي كنتي كتعرفي قبل، هما يعني الا كنتي كتشكي في السحر فهو ماشي من مراه قد ما هو غادي يكون من رجل. عندك هنا لقاء مع رجل حنطي، ممكن يكون الاخ ديالك او الابن ديالك، فعندك لقاء معه او المجيء ديال هذا الحنطي. هذا المكالمة او الخبر اللي كتنتظريه بخصوص الشباب الصغير او بخصوص الحمل غادي يجيك وغادي تظهري عليه، يعني الا كنتي كتنتظري خبر بخصوص الابن الابناء ديالك او احد من الابناء ديالك او خبر بخصوص الحمل، فالاجابه غادي تكون ايجابيه وعندك فرحه كبيره جدا بهذا الخصوص. هذا هنا اللي كتنتظر الرجوع وكتقول واش غادي يكون رجوع، لا رجوع ما كاينش هاد الايام، ما كنشوفش عندك رجوع هاد الايام. بالنسبه للاسمر ف هو كيشوف لك، هو كيبغيك، باغي يستمر معاك هاد الاسمر. هذا كيشوف لك العتبه، وبعض المرات لما هو كيشوف لك وكيتقرب منك انت كتبعدي وكتكبري عليه، ولما هو كيعطيك بالضرو وما كيهتمش بك عاد انت كترجعي كتهتمي به، فخليك على طريق واحد. كنقول لك هاد الاسمر راهو مزيان، عندك معاه استمراريه. هو شي شويه غادي يكون مشغول هاد الايام بالاهل ديالو او مع الاسره ديالو، الاخوه والام، وكنشوف ان الاهل ديالو كانه كيهضروا له على سيده اخرى او مراه اخرى كاينه في حياته او زوجته السابقه، فكانهم باغيين يرجعوها له او باغيين يعاود يرجع يتزوجها. فكنشوفه هو متردد ولكن كيشوف لك انت اكثر. كنشوف كذلك اللي كتقول واش غادي يتم الطلاق بينها وبين الاسمر، الا كنتو هضرتو في الطلاق انت والزوج ديالك الطلاق راه غادي يتم. كاين فيكم اللي غادي تكون عندها
جلسه او اجتماع مع مجموعه ديال الرجال، وهذا الاجتماع او هذه الجلسه غادي تكون خير ليك. بالنسبه للعتبه ديالك عندك بزاف ديال التحركات، او غادي ديري تغيير في العتبه وغادي تمشي لعتبه اخرى. عندك اخبار غادي تسمعيها شويه غادي تضرك من الناحيه الماديه، او الى عندك شي حاجه مع رجل اداري او محامي فغادي تخسري فلوس، يعني غادي تعطي فلوس كثيره بهذا الخصوص. او الا كنتي مثلا كتعالجي فمازال غادي تعطي فلوس كثيره، او الا كنتي كديري طاقه روحانيه فمازال غادي تعطي فلوس كثيره، يعني عندك خساره اموال، او ماشي نقول لها خساره، يعني غادي تدفعي اموال، سواء اموال غادي تدفعيها كثيره، سواء في العلاج، سواء مع محامي او رجل اداري، سواء مع افقيه او حاجات خاصه بالروحانيات غادي تعطي فيها فلوس كثيره. كنشوف العتبه عندك خروج من العتبه ديالك لعتبه اخرى، او تغيير عتبه، او غادي يكون عندك تنقلات كثيره بين عتبه وعتبه، يعني غادي تدخلي بزاف ديال البيوت، او غادي يكون عندك زيارات للناس اخرين. كنشوف كاين اللي عندها شراء بيت او محل، غادي يكون عليها كتابه عقود هاد الايام هذه. بالنسبه اللي كتنتظر شخص هو هذا الحبيب او الزوج ديالك، وكان في البلاد البعيده وكتنتظري المجيء ديالو، فالمجيء ديالو راهو داخل، راهو جاي وعندك لقاء معاه. واذا كان الزوج ديالك هذا راهو داخل العتبه، قلنا الفرحه اللي عندك هي بخصوص الحمل، او الا كنتي كتنتظري خبر بخصوص الابناء ديالك فغادي تفرحي على الابناء ديالك وغادي تزهري على الابناء ديالك. اللي كانت كتنتظر الرجوع هاد الايام راه ما كاينش الرجوع، كاين بعض فيكم راه مهدده بالطلاق، وكنشوف اللي هي غادي يوقع بينك وبين الزوج ديالك، او كتهضروا بخصوص حاجات ماديه، فلما تجبدوا هذا الموضوع ديال الحاجه او الاموال او الصرف، او فغادي يوقع بيناتكم شويه خلاف، او غادي يوقع بيناتكم شويه مشاجره، وممكن يكون بيناتكم طلاق. وكاين البعض فيكم اللي الاهل ديالو يعني متدخلين في الحياه ديالكم، وباغيين يرجع للمراه السابقه ديالو او الطليقه ديالو، ولكن هو كنشوفو كيبغيك، فما تكبريش عليه، ما تعطيهش بالظهر. اذا كنتي كتبغيه ساعديه، لان هذا الاسمر هذا باغيك وكيشوف لك وباغي الاستمراريه معك، سواء كان زوج او كان حبيب فهو كيبغيك. وكنشوف كنتي هذا الاسمر قد ما تقرب لك هذه الايام الجايه انت غادي تعطيه بالظهر، وقد ما عاود انت تبعتيه هو يعطيك بالظهر. فهذا مجال الفل ديالكم. كنشوف شي شويه الحظوظ ضعيفه عندكم من الناحيه الماديه شويه، يعني قد ما غادي تشدوا قد ما غادي تدفعوا، وعليكم عين وحسد كثيره، عليكم عين وحسد، انتبهوا من العين والحسد. فكان هذا الفال ديالكم يا السمراوات، نخليكم على خير، تهلاو في رواحكم، والى اللقاء ان شاء الله في قراءه اخرى جديده، وكنبغيكم.